بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم اعزائي طلبه وطالبات الصف الثاني الثانوي التجاري في حلقه جديده من حلقات ماده الاحصاء. ان شاء الله النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا اللي هو مقاييس النزعه المركزيه او بنسميها المتوسطات. ايه هي مقاييس النزعه المركزيه او ايه هي المتوسطات دي؟ هنستعرضها مع بعض واحده واحده وهنشوف احنا بنتعامل مع المتوسطات ازاي. اول حاجة عايزين نقول ايه هي المتوسطات. عندي خمس متوسطات مهمين جدا هنتعامل معهم. اول متوسط عندنا هو الوسط الحسابي. يبقى اول حاجة في المتوسطات اللي عندي اللي هو الوسط الحسابي. تاني نوع من المتوسطات اللي هو الوسيط. بعد كده معانا المنوال. يبقى كده احنا قلنا الوسط الحسابي والوسيط والمنوال. بعد كده معايا الوسط التوافقي والوسط الهندسي او الوسط الهندسي والوسط التوافقي. ايه قصه المتوسطات او مقاييس النزعه المركزيه دي؟ تعالوا نشوفها مع بعض. اول حاجه عاوزين نقول مقاييس النزعه المركزيه اللي عندي بتبدا ازاي وبنشتغل بيها ازاي. ايه هو المتوسط في العموم؟ تعريف المتوسط. المتوسط ده عباره عن رقم واحد بيوصف خصائص مجموعة من البيانات وبيعبر عنها، بيلخص وبيصف خصائص مجموعة من البيانات وبيعبر عنها. يعني لو حضرتك عندك فريق الكرة اللي بتشجعه في الملعب 11 لاعب، عايز تعرف متوسط أعمار اللعيبة، هتلاقي فيه لاعب عمره 35 سنة ولاعب تاني عمره 17 سنة ولاعب تاني عمره 20 ولاعب وهكذا. بتجمع البيانات عن اللعيبه دي كلها وبنعبر عنها برقم واحد. يبقى لما حد يسالك متوسط اعمار فريق كره القدم كام، بتقول له والله المتوسط 24 سنه. يبقى انت ده ال 24 سنه ده بيصف حاله اللعيبه او حاله اعمار لعيبه الكوره بتاع الفريق ده، بتقول له ان في ناس اعلى من 24 وناس اقل من 24، بس الملخص اللي بيصف حاله هذه المجموعه وبيلخصها هو رقم 24. يبقى انا لما اقول لك المتوسط هو عبارة عن رقم واحد بيلخص، رقم واحد بيلخص حالة المجموعة وبيصفها، تقول لي ده مين؟ المتوسط. يبقى نرجع تاني نقول ان المتوسط هو عبارة عن رقم واحد يلخص ويصف خصائص مجموعة من البيانات وبيعبر عنها. طيب عندي ايه هي المتوسطات زي ما قلناها في بداية الحلقة؟ المتوسطات اللي عندي خمس أنواع من المتوسطات. أول نوع اسمه الوسط الحسابي. الوسط الحسابي. إيه هو الوسط الحسابي ده؟ هنشوفه مع بعض. تاني نوع اسمه الوسيط. يبقى تاني نوع اللي هو الوسيط. تالت نوع اللي هو أو تالت متوسط عندي اللي هو المنوال. رابع متوسط الوسط الهندسي. وآخر متوسط عندي اللي هو الوسط التوافقي. نبدأ بأول نوع عندي اللي هو الوسط الحسابي، وده أشهر المتوسطات على الإطلاق. أشهر متوسط عندي هو الوسط الحسابي. الوسط الحسابي ده عبارة عن إيه؟ تعالوا نشوف مع بعض ونشوف التمارين بتاعته بتيجي إزاي، والدنيا دي كلها سهلة بإذن الله وتقفل فيها درجات. أول حاجة عندي الوسط الحسابي، مبدئياً لازم أعرف إن رمز الوسط الحسابي سين بار. محدش يقول سين شرطة، اسمها ايه؟ سين بار. تنطق سين بار. ايه تعريف الوسط الحسابي؟ بيقول لي الوسط الحسابي ده عبارة عن قيمة لو استبدلت جميع مفردات المجموعة اللي معاك بها لكان مجموعها يساوي مجموع القيم. يعني القيمة دي لو شلت كل قيمة من قيم الفريق اللي اتفقنا عليه، احنا قلنا كنا 11 واحد، لو شلت اللاعب اللي عنده 35 وحطيت له 24، واللاعب اللي عنده 30 وحطيت له 24، واللاعب اللي عنده 18 وحطيت له 24، وجمعت القيم هيدي لك نفس المجموع اللي كان موجود قبل ما تعمل المتوسط. يبقى هنا الوسط الحسابي ده بيجي ازاي؟ بقول لك عبارة عن مجموع القيم مقسوما على عددها. يبقى الوسط الحسابي عبارة عن مجموع القيم مقسوما على عددها. ايه تاني تعريف الوسط الحسابي؟ الوسط الحسابي هو مجموع القيم مقسوما على عددها.
طيب مجموع القيم هنسميه مج س، وعدد القيم هنسميه نون. يبقى انا معايا كده مجموع القيم سميناه مج س، عدد القيم سميناه نون. طب الوسط الحسابي رمزنا له برمز جميل جدا اسمه س بار، ما نقولش س شرطة خالص، اسمها ايه؟ س بار. الوسط الحسابي اسمه س بار، ومجموع القيم سميناه مج س، وعدد القيم سميناه نون. اذا نقدر نعمل قانون، بس قبل ما تكمل الكلام ده للبيانات غير المبوبة. فاكرين لما قلنا في الحلقة اللي فاتت ان عندي بيانات خام او غير مبوبة، وعندي بيانات مبوبة مصنفة لفئات وتكرارات؟ لما قلنا في الجدول التكراري جدول منقسم الى فئات وتكرارات، اما في بيانات خام لسه ما تصنفتش، لسه ما تقسمتش، فبنسميها بيانات خام او بيانات غير مبوبة. يبقى لما اجي اشوف الوصف الحسابي الاول نتكلم عن البيانات الغير مبوبة، وبعدين نرجع للبيانات المبوبة. الوسط الحسابي من بيانات غير مبوبة. قلت السين بار، وأكد تاني معاك اسمها سين بار، محدش يقول عليها سين شرطة خالص. سين بار بيساوي شرطة كسر بسط ومقام. البسط مج سين اللي هو مجموع القيم، المقام نون اللي هو عدد القيم. طب ممكن نشوف تمرين ونحله مع بعض علشان نأكد المعلومة دي مع بعض؟ تعالوا نشوف. يبقى احنا اتفقنا ان قلنا الوسط الحسابي هو القيمة التي لو استبدلت جميع المفردات بها لكان مجموعها يساوي مجموع القيم الأصلية. ويتم حساب الوسط الحسابي بقسمة مجموع القيم المفردات على عددها، بقسمة مجموع قيم المفردات على ايه؟ على عددها. يعني حضرتك عايز تقولي ان الوسط الحسابي، الوسط الحسابي اللي هو اهو سين بار، الوسط الحسابي سين بار بيساوي مجموع القيم اللي هو مج سين على نون. الوسط الحسابي سين بار بيساوي مج سين على نون. الكلام ده من بيانات غير مبوبة. لا ادينا تمرين يا مستر عشان نشوف الكلام ده بيمشي ازاي. نفتكر بس القانون تاني. قلنا السين بار بيساوي ايه؟ مج سين على نون. وقلت لك مج سين اللي هو مجموع القيم، والنون اللي هو عدد القيم، والسين بار اللي هي رمز الوسط الحسابي. يعني لو قلنا تمرين مع بعض بيقول لي احسب الوسط الحسابي للقيم الآتية: 2 و 3 و 5 و 7 و 8. عندي قيم 2 و 3 و 5 و 7 و 8. أول حاجة أعدهم كم قيمة؟ نعد مع بعض. حضرتك قلت 2 و 3 و 5 و 7 و 8. عدهم كده؟ خمس قيم، برافو عليك. يبقى النون هنا بتساوي كام؟ 5. يبقى أشيل النون وأحط تحت 5. طيب القانون بيقول إيه؟ مجموع القيم، يعني مج س، مج س اللي هو مجموع القيم. طب مجموع القيم أعمل إيه عشان أجمعه؟ أمسك الآلة الحاسبة وأجمع القيم اللي عندي ده، اللي هي 2 زائد 3 زائد 5 زائد 7 زائد 8. يبقى هنشوف تاني مجموع القيم على عددها. مجموع القيم هعمله إزاي؟ هقول له 2 زائد 3 زائد 5 زائد 7 زائد 8. طلعوا معاك على الآلة برافو عليك 25. يبقى مج س ب 25، والنون اللي هي عدد القيم 5. يلا اعمل عملية القسمة تقول لي 25 على 5 فيها الخمسة. يبقى مج س على نون بيساوي 25 على 5 فيها 5. ده أول تمرين. نشوف كمان تمرين مع بعض. يبقى اتفقنا ان الوسط الحسابي بيتحسب ازاي. بقول له اذا كانت بيانات غير مبوبة بقول له مج س على نون اللي هو مجموع القيم على عددها. طيب عندي الوسط الحسابي بيتحسب من بيانات غير مبوبة اللي هي الخام اللي احنا قلنا س بار بيساوي مج س على نون. نشوف كمان تمرين على الكلام ده. تمرين بيقول لي احسب الوسط الحسابي للقيم الآتية. اهو احسب الوسط الحسابي للقيم الآتية. مديني مجموعة من القيم. كام عندك؟ 12 و 18 و 20 و 25 و 30. لو بتكتب معايا هقولهم لك تاني. اهو اكتب معايا كده القيم: 12 و 18 و 20 و 25 و 30.
عديتهم كام قيمة؟ برافو عليك، قلت لي النون بتساوي 5، عديناه. طب يلا اجمعهم كده بالآلة الحاسبة بتاعتك، هتقول لي مجموع القيم بيساوي 12 زائد 18 زائد 20 زائد 25 زائد 30 يساوي 105. برافو عليك، كلكم طلعتوها 105. شايفه كنت ماسك الاله كده وبتقول لي ال 105 دي هقسمها على عددهم. برافو عليك، لان القانون بيقول ايه؟ الوسط الحسابي س بار بيساوي مج س على ن، يعني بيساوي 105 على 5 يطلع على طول 21. ده كان الوسط الحسابي من بيانات غير مبوبه. يبقى قلت 105 على 5، قسمت مجموع القيم على عدد القيم، طلع معاك 21. يبقى دايما لما يديني مجموعة من القيم وعايز الوسط الحسابي، على طول اقول الوسط الحسابي س بار بيساوي مج س على نون، او مجموع القيم على عددها. مجموع القيم 105 على عددها 5، يبقى 105 على 5 بيساوي 21. ده كان الوسط الحسابي من بيانات غير مبوبة. ممكن يجيب لك 9 قيم 8 قيم، انت هتعد وتقسم على عدد القيم، ما عنديش مشكلة في الجزئية دي. وافضل حاجة انك تستعمل الآلة الحاسبة وبهدوء وبالراحة خالص، وشوف التمرين ماشي ازاي وامشي براحتك وما تستعجلش. عندي كمان عاوز اعرف ازاي اجيب وسط حسابي من بيانات غير مبوبة. قلناها الغير مبوبة س بار بيساوي مج س على ن. طب اذا اداني بيانات مبوبة، يعني ايه بيانات مبوبه؟ زي ما قلنا قبل كده، قلت جدول في صوره فئات وتكرارات، جدول في صوره فئات وتكرارات. الجداول اللي عندي اللي هي جدول التوزيع التكراري، الجزء اللي فوق بنسميه فئات واللي تحت بنسميه تكرارات. الفئات دي هتعامل معاها ازاي والتكرارات هتعامل معاها ازاي، هنشوف مع بعض واحده واحده. بس قبل ما ادخل في موضوع الوسط الحسابي والفئات والتكرارات، افكرك بحاجه كنا قلناها الحلقه اللي فاتت، اللي هي اسمها مركز الفئه. اسمها ايه؟ مركز الفئه. ودي رمزها سين. سامعك وانت بتقول لي انت مش قلت السين الوسط الحسابي؟ لا ما حصلش، انا قلت لك الوسط الحسابي سين عليها بار، يبقى السين بار الوسط الحسابي، اما السين بس مركز الفئه. خد بالك ما تلخبطش بين الجزئيتين دول، السين بس مركز الفئه، السين بار الوسط الحسابي. طب فكرنا بمركز الفئه مره ثانيه. سين اللي هو مركز الفئه بيساوي بدايه الفئه زائد نهايتها على 2، بدايه الفئه زائد نهايتها على 2. يبقى شوف اي فئه في الدنيا بيكون ليها بدايه ونهايه. يعني لما اقول لك الفئات من 10 الى 20، تقول لي بدايتها 10 ونهايتها 20، او من 10 الى اقل من 20، بدايتها 10 ونهايتها 20. يبقى كده سعادتك لازم تكون عارف ان اي فئه ليها بدايه وليها نهايه. يبقى اي فئه من الفئات اللي عندنا في المنهج هيكون ليها بدايه وليها نهايه، ومن البدايه المسافه من البدايه للنهايه هنسميها طول الفئه. يبقى اي فئه ليها ايه؟ ليها بدايه وليها نهايه، المسافه بينهم اسمها طول الفئه. طيب في جزء في الفئه دي اللي هي منتصف هذه الفئه اللي بنسميه مركز الفئه. مركز الفئه ده عباره عن ايه؟ بدايه الفئه زائد نهايتها على 2. مركز الفئه ده عباره عن ايه تاني؟ بدايه الفئه زائد نهايتها على 2. يبقى نقول تاني، اي فئه ليها بدايه وليها نهايه وليها مركز وليها طول. نقولهم تاني، اي فئه ليها بدايه ونهايه وطول ومركز. يعني ايه يا مستر طول الفئه؟ طول الفئه اللي هو نهايتها ناقص بدايتها، نهايه الفئه ناقص بدايتها. طيب يبقى دي طول الفئه. ايه هو بقى مركز الفئه؟ بدايتها زائد نهايتها على 2، او بدايتها زائد نص طولها، او بدايتها زائد نص طولها. يبقى كده انا عرفت يعني ايه مركز الفئه، اللي هو بيساوي بدايتها زائد نص طولها، او بدايتها زائد نهايتها على 2. علشان دي هتفرق معايا كتير جدا جدا جدا، لان الوسط الحسابي لازم هستخدم فيه مركز الفئه. مش هقدر احل وسط حسابي من غير ما اكون فاهم مركز الفئه. تعالوا نشوف الكلام ده مع بعض بيجي ازاي.
اول حاجه الوسط الحسابي من بيانات مبوبه. الوسط الحسابي من بيانات مبوبه عباره عن ايه؟ الوسط الحسابي من بيانات مبوبه بقول له الوسط الحسابي من بيانات مبوبه بيجي باكثر من طريقه. نبدا بالطريقه المباشره او الطريقه المطوله. الطريقه المباشره او المطوله دي عباره عن ايه؟ تعالوا نشوف مع بعض. اول حاجه الطريقه المباشره او المطوله دي ابسط الطرق واهمها لايجاد الوسط الحسابي، واللي المفروض ما بشتغلش بيها الا اذا حددها، اذا طلب ذلك صراحه. يعني المفروض عندي اكتر من طريقه، ابسطهم هي الطريقه المباشره او المطوله. ودي علشان نعملها بنحتاج جدول من اربع خانات، بحتاج جدول من اربع خانات. طيب قانونها بيجي ازاي؟ قال لي ان الوسط الحسابي س بار بيساوي مج س كاف على مج كاف. لا بالراحه كده تاني، حضرتك قلت الوسط الحسابي س بار بيساوي مج س كاف على مج كاف. يعني ايه؟ خد بالك من البسط فيه ايه؟ قلت لي مج س كاف. ركز تاني، قلت ايه؟ س س اللي هي ايه؟ مركز الفئه. يبقى حضرتك هتجيب مركز الفئه وتضربه في التكرار، والمجموع بتاع مركز الفئه والتكرار هيبقى ده البسط بتاعي. يبقى مجموع خانه س في كاف ده البسط، وبعدين بقسمه على مجموع التكرارات اللي كانت موجوده في السؤال، يقدر على طول يجيب الوسط الحسابي بمنتهى السهوله. تعالوا نشوفها مع بعض ونقولها تاني، بس نحفظ القانون مره تانيه. الوسط الحسابي س بار بيساوي مج س كاف على مج كاف. يبقى اذا قلنا الوسط الحسابي س بار بيساوي مج س كاف على مج كاف. تعال نشوف تمرين على الكلام ده. وطبعا مش محتاج افكرك ان مركز الفئه س بيساوي بدايه الفئه زائد نهايتها على 2. نقولها تاني، مركز الفئه س بيساوي بدايه الفئه زائد نهايتها على 2. تعالوا بقى مع بعض نشوف تمرين على الكلام ده. احسب الوسط الحسابي بالطريقة المباشرة. منين؟ من الجدول التالي. مديني جدول فيه فئات وتكرارات. الجدول عبارة عن ايه تاني؟ عبارة عن فئات وتكرارات. الفئة الأولى 25 إلى. الفئة الثانية 35 إلى. الفئة الثالثة 45 إلى. الفئة الرابعة 55 إلى. الفئة الخامسة 65 إلى. الفئة الستة 75 إلى. وآخر فئة 85 إلى. في الحلقة اللي فاتت قلت لك ما تقلقش لو ما ادكش مركز الفئة الأخيرة، أنت شاطر وعارف الجدول ده هيكون جدول منتظم. يبقى لما ما يدينيش نهاية الفئة الأخيرة على طول أعرف إن ده جدول منتظم. يعني إيه جدول منتظم؟ يعني أطوال الفئات متساوية. لما هتبص عندك لطول الفئة الأولى من 25 ل 35 10 أهو، من 25 ل 35 طولها 10، ومن 35 ل 45 طولها 10، ومن 45 ل 55 10، وهكذا. يبقى لما ما يديلكش نهاية الفئة الأخيرة على طول تقدر تقول لي إن أنا أقدر أجيب نهاية الفئة الأخيرة من غير ما يديها لي، اللي هي من 85 إلى كام؟ برافو عليكم، إلى 95. طب عرفت إزاي؟ لأن ده جدول منتظم ومقدار طول الفئة بيساوي 10، يبقى 85 و10 يبقى 95. نرجع بقى للتكرارات اللي عندي. 8 و12 و20 و25 و15 و11 و9. طيب بعض التمارين هيجي لك يدي لك تكرار ناقص، وليكن ده يكتب لك هنا علامة استفهام. أقدر أجيب التكرار؟ آه طبعًا أقدر أجيب التكرار الناقص ده. إزاي؟ بجمع التكرارات المعلومة وأقسمها من مجموع التكرارات وأطرحها من مجموع التكرارات اللي هو 100. يعني لو أنا عملت لك علامة استفهام هنا مكان 25، تقول لي هنجمع 8 زائد 12 زائد 20 40، و15 55، و20 75. 75 ناقص 100 إداني كام؟ ال 25. يبقى دايما لو في تكرار ناقص بقول لك بيساوي مجموع التكرارات، مجموع التكرارات كلها ناقص مجموع التكرارات المعلومه. يبقى انا عندي كده دي مساله مباشره وسهله جدا
عاوز مني ايه؟ عاوز يحسب الوسط الحسابي بالطريقة المباشرة. خد بالك ان الطريقة المباشرة عشان نشتغل بيها لازم زي ما قلت لك هنعمل جدول من 4 خانات. خليك معايا بقى ثواني بالجزئية دي. هتعمل جدول كام؟ 4 خانات. ال4 خانات دول عبارة عن ايه؟ فئات وتكرارات ومركز الفئة، وبعدين هضرب السين في كاف. نقولهم تاني، هعمل جدول من كام خانة؟ 4 خانات. ال4 خانات دول عبارة عن ايه؟ تعالوا نشوف. خانة الفئة اللي هي الفئات، وخانة كاف اللي هي التكرارات. خد بالك تاني، خانة فئة اللي هي الفئات، وخانة كاف اللي هي التكرارات. لما هنرجع تاني للتمرين هلاقي ان التمرين كانت الفئات 25 الى 35 الى 45. الشرطة دي اسمها الى 25 الى 35 الى 45 الى، وهكذا. هتبص تلاقي نفسك اول خانتين خانة الفئات وخانة التكرارات هنقلهم زي ما هم في الجدول ال4 خانات اللي عندي اهم. شفت انت عملت ايه؟ اهو بصوا معايا، فئات 25 الى 35 الى 45 الى 55 الى 65 الى 75 الى 85 الى 95. حد يقول لي دي ما كانتش موجوده، برافو عليك، بس احنا قدرنا نجيبها عن طريق طول الفئه الجدول منتظم، وطول الفئه كان 10، فقلت من 85 الى 95 علشان طول الفئه 10. طيب زي ما قلت لك، وكمان الخانه الثانيه كان فيها ايه؟ تكرارات 8 12 20 25 15 11 9 والمجموع 100. خد بالك كده عملنا ايه؟ نفس الكلام اهو، 8 12 20 25 15 11 9 100. يبقى انا بنقل اول خانتين من ورقه الاسئله، بفتح ورقه الاسئله كده وانقل منها الخانه الاولى وانقل منها الخانه الثانيه اللي هم ايه؟ الفئات والتكرارات. بعد كده ودي اهم جزئيه عندي النهارده في الحلقه وفي السؤال بتاع الوسط الحسابي، عايزك تركز فيها جدا معايا. انا بقول ايه؟ عاوز اجيب مركز الفئه الاولى. خد بالك من دي، مركز الفئه الاولى ده هجيبه ازاي؟ هقول له دي كام؟ بدايه الفئه الاولى 25. لو انا سالتك الفئه الاولى بدأ من كام؟ هتقول لي 25. وانتهت عند كام؟ عند 35. يبقى الفئه الاولى ليها بدايه وليها نهايه. بدايه الفئه الاولى 25، نهايه الفئه الاولى 35. بعد اذنك اجمع البدايه والنهايه وقول يساوي، وبعدين اقسم على الاثنين. او لو معاك الاله الحديثه هتعمل شرطه كسر فوق في البسط 25 زائد 35، وتحت في المقام حط 2. يبقى دايما قانون مركز الفئه بيساوي ايه؟ بدايه الفئه زائد نهايتها على 2. بعض الناس يقول لي 25 زائد 35 على 2، كتب كده على الآلة من غير شرطة كسر، الآلة تطلع له رقم مختلف خالص عن اللي معانا. طيب ايه الصح؟ الصح انك لو معاك آلة قديمة شوية دايما استعمل بعد كل عملية حسابية دوس يساوي. يعني هكتب 35 زائد 25 زائد 35 اهو من الأول، 25 زائد 35 ولازم ادوس يساوي وبعدين اقسم على الاثنين، ده لو انت آلتك قديمة شوية. طيب لو آلة حديثة هتدوس شرطة كسر وتكتب فوق في البسط 35 25 زائد 35 وتنزل تحت في المقام على 2. تاني هتمسك الآلة تعمل شرطة كسر تكتب فوق 25 زائد 35 وتنزل في المقام تكتب 2، يبقى على طول الآلة هتطلع لك مركز الفئة الأولى ب 30. يبقى قلنا 25 زائد 35 على 2 يطلع 30. يبقى ده كان مركز الفئة الأولى. نفس الكلام عايز أجيب مركز الفئة الثانية، 35 زائد 45 على طول يدي لك 80 على الاثنين، برافو عليك 40، او بالآلة من خطوة واحدة. مركز الفئة الثالثة 45 زائد 55 100 على الاثنين فيها ال50. يبقى دايما مركز الفئة بيساوي بدايتها زائد نهايتها على الاثنين. طب 65 زائد 75 120 على الاثنين، يبقى احنا قلنا 55 زائد 65 يطلع 120 على الاثنين فيها ال60. طب 65 و75 140 على الاثنين فيها ال70. 75 و85 160 على الاثنين فيها ال80، وبعدين 85 و95 180 على الاثنين فيها ال90. يبقى احنا قلنا
مركز الفئة بيساوي بدايتها زائد نهايتها على الاثنين. أي مركز فئة بجيبه بالطريقة دي سهلة جدا، بداية الفئة زائد نص طلع أو بداية الفئة زائد نهايتها على الاثنين. تمام؟ طيب جبت مركز الفئة، أقدر أجيب بقى آخر حاجة اللي هي خانة س في ك. خانة س في ك أجيبها إزاي؟ اضرب س في ك أهو الخانتين دول، 8 في 30 ب 240، 12 في 40 ب 480، 20 في 50 ب 1000، 25 في 60 ب 1500، 15 في 70 ب 1050، 11 في 80 ب 880، 9 في 90 ب 810. ابتدي اجمع خانة كاف وخانة سين في كاف، يطلع مجموع خانة كاف بكام؟ ب100. مجموع خانة سين في كاف ب5960. كده انت معاك مجموع خانة سين في كاف ومجموع خانة كاف. هعمل بيهم ايه؟ اقدر اجيب الوسط الحسابي بمنتهى السهولة. ازاي؟ تعال شوف معايا. مش انت قلت الوسط الحسابي سين بار بيساوي مج سين كاف على مج كاف؟ تمام، برافو عليك. الوسط الحسابي س بار بيساوي مج س كاف او مجموع عمود س في كاف على مجموع عمود كاف، يبقى خانة س في كاف وخانة كاف. تقدر تعمل ايه كده؟ ارجع للجدول اشوف س في كاف كانت بكام؟ 5960 وخانة كاف كانت ب 100. يبقى هقسم 5960 على 100 يطلع 59.6، يبقى 5960 على 100 يطلع 59.6. يبقى تاني الوسط الحسابي كان بيجي ازاي؟ قلت الوسط الحسابي س بار بيساوي مج س كاف على مج كاف، يبقى مج س كاف كان عندي ب 5960 ومج كاف كان عندي ب 100 يطلع بمنتهى البساطة 59.6. عندي تمرين كمان علشان نأكد معلومتنا ونشوف اللي احنا فهمناه في التمرين اللي فات ونطبق عليه. بيقول لي احسب الوسط الحسابي بالطريقة المباشرة من الجدول الآتي: فئات وتكرارات. الفئات 10 إلى 20 إلى 30 إلى 40 إلى 50 إلى 60 إلى 70 إلى، وسايب لي نهاية الفئة الأخيرة مفتوحة، خلاص ما يهمناش وإحنا طلبة شطار. بص معايا وبصي معايا أنت كمان، بيقول لي إيه؟ نهاية الفئة الأخيرة مفتوحة. على طول أكتشف إن الجدول ده جدول منتظم. ويعني إيه جدول منتظم؟ أطوال فئاته متساوية. لما هنبص أهو تاني، 10 إلى 20 طولها كام؟ قلت لي طولها 10. 20 إلى 30 طولها 10. 30 إلى 40 طولها 10. 40 إلى 50 10. 50 إلى 60 10. 60 إلى 70 10. وآخر واحدة لازم كمان تبقى طولها 10، يبقى 70 إلى 80. ومديني تكرارات 3 5 10 22 8 7 5، المجموع 100. ده جدول عاوز مني أعمل الوسط الحسابي بالطريقة المباشرة. كلنا شطار وعارفين ان الطريقه المباشره كام خانه؟ برافو عليكم، قلت لي 4 خانات. الطريقه المباشره بنعمل لها جدول من 4 خانات. ال4 خانات عباره عن ايه؟ فئات، تكرارات، س اللي هو مركز الفئه، وفي فرق بين الس والس بار. الس مركز الفئه، الس بار الوسط الحسابي. لما قلت الس مركز الفئه بيساوي ايه؟ قلت لي بيساوي بدايه الفئه زائد نهايتها على 2. يعني الفئة الأولى اللي عندي بدايتها 10 ونهايتها 20، تقول لي 10 زائد 20 30 على الاثنين فيها ال 15، يبقى ال 15 اسمها ايه؟ مركز الفئة، وال 10 بداية الفئة، وال 20 نهاية الفئة، يبقى 20 ناقص 10 فيها ال 10 ده طولها. يبقى أي فئة ليها بداية وليها نهاية وليها طول وليها مركز. نأكد تاني مركز الفئة بيساوي ايه؟ قلت لي بيساوي بداية الفئة زائد نهايتها على 2. مركز الفئة بيساوي بداية الفئة زائد نهايتها على 2. تعالوا مع بعض نحل التمرين تاني ونشوف اللي فهمناه من التمرين اللي فات، وعايزك براحتك خالص وجهز الورقة والقلم ونحل مع بعض
مش هسيبك النهارده لما تكون ان شاء الله بتعرف تحل وسط حسابي بمنتهى السهوله. تعالوا مع بعض. بيقول لي احسب الوسط الحسابي بالطريقه المباشره فئات وتكرارات. الفئه الاولى 10 الى 20 الى 30 الى 40 الى 50 الى 60 الى، واخر فئه تبقى 70 الى كام؟ الى 80، عشان زودنا لها ال 10 اللي هي طول الفئه. بعد كده دخلت جوه في التكرارات، لقيته بيقول لي 3 5 10 22 8 7 5، ومجموع التكرارات كان 100. ممتاز جدا. تعالوا شوف معايا بقى، هنعمل الجدول الاربع خانات اللي انت قلت عليه، اللي هو فئات وتكرارات ومركز الفئه وبعدين سين في كاف. نقولهم تاني، ف وكاف وسين وسين في كاف. الفه والكاف بنقلهم من ورقه الاسئله، بنقل الفه وبنقل الكاف من ورقه الاسئله. الفه 10 الى 20 الى 30 الى 40 الى 50 الى 60 الى 70 الى 80، ده كان الفئات. يبقى الفئات عندي بنقلها من ورقه الاسئله، قلت 10 الى 20 الى 30 الى 40 الى 50 الى 60 الى 70 الى 80. طبعا دي كانت الفئات. التكرارات برضو هنقلها من ورقة الأسئلة. السؤال كان فيه تكرارات كام؟ 3 5 10 22 8 7 5، أهم نشوفهم تاني. 3 5 10 22 8 7 5. إيه اللي هيحصل هنا معايا؟ هقول له بمنتهى البساطة، أنا نقلت الفئات ونقلت التكرارات، ما عملتش أي مجهود، أنا لسه ما اشتغلتش. بداية شغلك الحقيقي هو مركز الفئة. مركز الفئة بتساوي ايه؟ بتساوي بداية الفئة زائد نهايتها على 2. مركز الفئة بيساوي بداية الفئة زائد نهايتها على 2. نمسك الفئة الأولى، 10 زائد 20 قلت لي 30، 30 على الاتنين فيها ال 15، برافو عليك. بداية الفئة الثانية 20 ونهايتها 30، اجمعهم يبقوا 50 على الاثنين 25، كلام سهل جدا. الفئه الثالثه 30 الى 40، يبقى 30 و40 70، 70 على الاثنين 35، ممتاز. 40 زائد 50 90، 90 على الاثنين 45، 60 زائد 70 130، 130 على الاثنين 65. اخر فئه عندك 70 الى 80، 70 و80 150 على الاثنين 75. اهم جزئيه في الجدول كله هي مركز الفئه اللي هي السين. تاني مع بعض، مركز الفئه بيساوي ايه؟ بدايه الفئه زائد نهايتها على 2، يبقى 15 زائد 25، يبقى 10 زائد 20 30 على الاثنين فيها ال 15، و20 و30 50 على الاثنين فيها ال 25، و30 و40 70 على الاثنين 35، و40 و50 90 على الاثنين 45، و50 و60 110 على الاثنين 55، و60 و70 130 على الاثنين 65، و70 و80 150 على الاثنين 75. وعايزين نلاحظ حاجه، اذا كانت اطوال الفئات متساويه فان اطوال مراكزها تكون متساويه. يعني ايه؟ يعني هنا طول الفئة ماشي كام؟ من 10 ل 20 10، من 20 ل 30 10، من 30 ل 40 10، من 40 ل 50 10، 50 ل 60 10، من 60 ل 70 10، 70 ل 80 10. دي أطوالها متساوية، إذن على طول تكون مراكزها أطوالها هي كمان متساوية، مش دي بتزيد ب 10 يبقى دي كمان تزيد ب 10، 15 ل 25 هي 10، 25 ل 35 10، 35 ل 45 10، 45 ل 55 10، 55 ل 65 10، 65 ل 75 10. يبقى القاعدة بتقول إذا كانت أطوال الفئات متساوية إذا أطوال مراكزها كمان تكون متساوية. إذا كانت أطوال الفئات متساوية يعني لو جدول منتظم فكمان تكون أطوال مراكز الفئات متساوية. يبقى كده إحنا عرفنا إن الطريقة المباشرة بيتعمل لها جدول من أربع خانات، أهمهم وأكثرهم سهولة وتركيز هي مركز الفئة. مركز الفئة س بيساوي بداية الفئة زائد نهايتها على 2، والوسط الحسابي س بار بيساوي
مج س ك على مج ك. والجدول الاربع خانات بتوعنا ف وك وس وس في ك. خلاص حسبت الوسط الحسابي وعملت الجدول، تقدر تعوض بالقانون س بار بيساوي مج س ك على مج ك بمنتهى السهوله. عندك في طرق تانية لايجاد الوسط الحسابي؟ طبعا عندي طريقة الانحرافات العادية او الانحرافات البسيطة، ودي طريقة سهلة جدا بنستخدمها لما يكون الارقام كبيرة شوية، يعني بتبسط معايا الارقام لو الفئات كبيرة او التكرارات كبيرة بتبسط معايا الارقام وتخليها ارقام سهلة وجميلة. طيب بص معايا يعني ايه طريقة الانحرافات العادية او الانحرافات البسيطة. انا باجي بعمل اول ثلاث خانات اللي كانوا عندنا بعملهم زي ما هم، الف والكاف والسين، يبقى ف وكاف وسين. باجي بقى قدام اكبر تكرار واخد مركز الفئة اللي قدامه استعمله كوسط افتراضي، كوسط ايه؟ فردي او وسط افتراضي، اللي هو هنسميه واو. يبقى الوسط الفردي او الوسط الافتراضي هنسميه واو. وبعدين ببتدي اطرح كل مراكز الفئات من هذا الوسط الافتراضي يديني خانة اسمها ح او الانحرافات عن الوسط الفردي. وبعد ما اجيب الانحرافات عن الوسط الفردي ده هيطلع معايا انحرافات سالبة وانحرافات موجبة. اجمع اضرب الانحرافات دهيت في خانة التكرارات يديني ح كاف، وبعد كده اجمع الانحرافات السالبة والانحرافات الموجبة واخد الفرق بإشارة الكبير، وبعدين اعمل قانون سهل جدا اللي هو قانون الوسط الحسابي بطريقة الانحرافات المبسطة او البسيطة او العادية. س بار بيساوي واو زائد او ناقص حسب ما هيطلع عندك مجموع ح ك، شرطة كسر مجموع ح ك على مجموع ك. الحقيقة الطريقة دي سهلة جدا وبتصلح لأي نوع من الجداول، سواء جداول منتظمة أو جداول غير منتظمة، وبتبسط لي الأرقام الكبيرة. لو عندي الفئات أو التكرارات أرقامها كبيرة جدا، دي بتصلح لتبسيط الأرقام عن طريق اختيار الوسط الفردي اللي احنا خدناه سميناه واو وطرحناه من جميع مراكز الفئات علشان يديني خانة ح. تعالوا نشوف الكلام ده في صورة تمرين ونحله مع بعض واحدة واحدة. بس قبل ما أبدأ التمرين عاوز أفكرك ان الطريقة المباشرة او الطريقة المطولة لإيجاد الوسط الحسابي كنا بنعمل جدول من اربع خانات، اما طريقة الانحرافات البسيطة او الانحرافات المبسطة او الانحرافات العادية دي هنزود لها خانة اللي احنا قلنا عليها خانة ح، خانة ح اللي هي الانحراف عن الوسط الفردي. يبقى اصبح الجدول بتاعنا جدول من خمس خانات. لو هتشتغل بالمباشرة اعمل جدول من اربع خانات، هتشتغل بالانحرافات البسيطة اعمل جدول من خمس خانات. تعالوا نشوف مع بعض تمرين. عن الوسط الحسابي من بيانات مبوبة وطريقة الانحرافات العادية او البسيطة. طريقة الانحرافات العادية أو الانحرافات البسيطة دهيت بنتعامل معاها ازاي؟ بقول له القانون الأول الوسط الحسابي س بار بيساوي زائد أو ناقص حسب ما هيطلع معاك مجموع ح كاف على مجموع كاف. يبقى الوسط الحسابي س بار بيساوي واو زائد أو ناقص مجموع خانة ح في كاف على مجموع خانة كاف. طيب اتفقنا مع بعض ان هعمل جدول من اربع خانات، يبقى لما يجيني تمرين كده، وده بالمناسبة التمرين اللي احنا حليناه في الاول، حليناه بالطريقة المباشرة وطلع الناتج بتاعه 56 و او 59 و6 من 10 59 و6 من 10 نفتكره دلوقتي مع بعض. احسب الوسط الحسابي بطريقة الانحرافات العادية. خلي بالك هنا حدد بطريقة الانحرافات العادية، يبقى لازم تستخدم طريقة الانحرافات العادية. هتقول لي هعمل الجدول بتاعنا زي ما احنا متعودين ولكن هنزود خانة، يبقى جدول طريقة الانحرافات العادية جدول من خمس خانات اهو. ايه الخمس خانات دول؟ تعالوا نشوفهم مع بعض. ف وكاف وسين
وح وح في كاف. سامعكم كلكم بتقولوا لي احنا عارفين اول ثلاث خانات كويس، يبقى من اول هنا كده كل ده سهل علينا. الثلاث خانات الاولانيين دول سهلين جدا، اللي هي الف والكاف بنقلهم، والسين اللي هو مركز الفئه. لا تعالى شوف معايا بقى احنا هنعمل ايه. يلا ننقل اول خانتين اللي هما كانوا ف وكاف. ف كانت كام؟ 25 الى 35 الى 45 الى 55 الى 65 الى 75 الى 85 الى كام؟ سامعك وانت بتقول لي 95. برافو عليك، لان طول الفئه 10، فانت زودت طول الفئه قدرت تحصل على نهايه الفئه الاخيره. طيب ده كلام كويس جدا، ومعاك بتقدر تقول لي ان اول خانتين نقلناهم من ورقه الاسئله. اول خانتين نقلناهم من ورقه الاسئله، عملت ايه؟ قلت اول حاجه عندي الفئات والتكرارات، نقلتهم من ورقه الاسئله، وبعدين اهم ادي الفئات وادي التكرارات. خلصت اول خانتين، دخلنا في خانه مركز الفئه. قلنا 25 زائد 35 60 على الاثنين فيها ال 30، 35 زائد 45 80 على الاثنين فيها ال 40، 45 زائد 55 100 على الاثنين فيها ال 50، 55 زائد 65 120 على الاثنين فيها ال 60، 65 زائد 75 140 على الاثنين فيها 70، 75 زائد 85 160 على الاثنين فيها ال 80، وقلنا 85 و 95 180 على الاثنين فيها ال 90. ده كده يعتبر مراجعه على الطريقه الاولى، اول ثلاث خانات. بعد كده يا مستر ايه اللي هيحصل؟ عاوزين نجيب خانه ح. عاوز اجيب خانه ح. خانه ح عشان اجيبها دور على اكبر تكرار عندك. هو ينفع اي رقم بس الاسهل ليك دور على اكبر تكرار. كام؟ 25. وخد قدامه الكام؟ مركز الفئة اللي قدامه ده كان كام؟ 60. هنسمي ده واو. يبقى ال 60 ده هنسميه ايه؟ واو، اللي هو الوسط الفردي. تاني، دور على اكبر رقم في خانة الكاف، ما حدش يقول لي 100، ده 100 دي المجموع. اكبر رقم في خانة الكاف عندك 8 ولا 12 ولا 20 ولا 25 ولا 15 ولا 11 ولا 9؟ كلكم شطار وقلت لي اكبر رقم في خانة الكاف 25. خد مركز الفئه اللي قدامه اللي هو الكام؟ ال 60 ده. يبقى انا خدت مركز الفئه اللي قدام اكبر تكرار. طب ال 60 دي هعمل بيها ايه؟ ال 60 دي هطرحها من عمود السين كله. هطرح 60 ناقص 30 سالب 30. هطرح 60 ناقص 40 سالب 20. هطرح 60 ناقص 50 سالب 10. اطرح 60 ناقص 60 صفر. 60 ناقص 70 موجب 10. 60 ناقص 80 20. 60 ناقص 90 30. يبقى كده انا عملت خانه جديده اسمها خانه الانحرافات. ايه هي خانه الانحرافات دي؟ او الانحراف عن ايه؟ عن الوسط الافتراضي الذي تم اختياره من امام اكبر تكرار. تاني، انا قلت اكبر تكرار عندي كام؟ ال 25. اخترنا الوسط كام؟ 60. خلي ال 60 دي بقى في دماغك كده او اكتبها فوق الجدول. الواو بتساوي 60، وترجع تقول لي ايه بقى؟ ال 60 دي اهي 30 ناقص 60 سالب 30، 40 ناقص 60 سالب 20، 50 ناقص 60 سالب 10، 60 ناقص 60 صفر، 70 ناقص 60 موجب 10، 80 ناقص 60 20، 90 ناقص 60 30. لاحظ ان فوق الصفر ارقام سالبه وتحت الصفر ارقام موجب. طيب عايز اجيب خانه اسمها ح في كاف، هتضرب خانه الح دي في خانه الكاف، هتضرب خانه الح في خانه كاف. يبقى انت هتقول لي ايه في خانه ح في كاف دي؟ اهي ادي خانه ح سالب 30 وخانه كاف 8. ماليش دعوه بدي خالص دلوقتي، اهي انا هضرب ح في كاف. 8 في سالب 30 بسالب 240. اهو 8 في سالب 30 بسالب 240. ملناش دعوه باللي مكتوب بالاحمر ده، خانه السين ده ماليش دعوه بيه دلوقتي. اهو انا بضرب ح في كاف. 8 في سالب 30 سالب 240. سالب 240. 12 في سالب 20 برضه بسالب 240. 20 في سالب
10 بسالب 200، 25 في 0 بصفر، 15 في 10 ب 150. طيب 11 في 20 ب 220. اخر حاجه 9 في 200، 9 في 30 ب 270. لاحظنا ايه؟ ان انا بضرب خانه الحا في خانه الكاف بمنتهى البساطه، يديني حا في كاف. طيب انا ملاحظ ان عندي ارقام سالبه وارقام موجبه في خانه حا في كاف، اجمع السالب لوحديه يطلع سالب 680. اكتب عندك كده سالب 680. تعال نجمع الموجب مع بعض يطلع 150. امسك آلتك كده معايا، 150 زائد 220 زائد 270 يطلع معاك 640. طب الموجب 640 والسالب 680، يبقى مين اكبر؟ السالب. ناخد إشارة السالب بالفرق سالب 40، يبقى قلنا سالب 680 زائد 640 يطلع بالآلة سالب 40. طيب وبعدين يا مستر نعمل ايه؟ كده انا معايا مجموع ح كاف طالع بسالب 40، وانا قلت لك يطلع بسالب يطلع بموجب، ما يهمكش لان القانون بيقول س بار بيساوي واو سالب او موجب مج ح كاف على مج كاف. طيب هنا هبتدي اعوض في القانون بتاعي. قلنا القانون بيقول ايه؟ س بار بيساوي واو سالب او موجب مج ح كاف على مج كاف. يبقى الواو ب60، برافو عليك. الواو عندي كام؟ ب60، يبقى 60 ناقص ولا زائد بقى؟ ما انت حاطط لي في القانون سالب او موجب، اختار ايه فيهم؟ اقول لك اختار اللي طلع معاك في الجدول. طلع معاك في الجدول سالب 40، يبقى سيادتك هتكتب القانون على الصيغه السالبه، يبقى هتقول لي س بار بيساوي 60 ناقص 40 على 100. جبت منين ال 60 دي؟ الوسط الفردي اللي اخترناه اللي سميناه واو. فاكر الوسط الفردي اللي كان عندي؟ 60 ناقص 40 على 100 ب 59.6، ب 59 وكام؟ و6 من 10. يبقى دي كانت طريقه الانحرافات العاديه. وعايز افكر حضرتك انك نفس الناتج اللي جه معانا في طريقه الانحرافات في الطريقه المباشره. فاكر الناتج اللي كان في الطريقه المباشره كان طالع معايا كام؟ اهو شوف كان طالع كام؟ 59.6. اذا لو حليت المساله بالطريقه المباشره زي ما احنا حليناها بالاربع خانات، جدول اربع خانات الطريقه المباشره ف وكاف وسين وسين في كاف، لما طلع الناتج 59.6 اهو 59.6. لو حليتها بالطريقه المباشره او حليتها بطريقه الانحرافات العاديه هيطلع نفس الناتج معاك زي ما احنا شايفين. شفنا في طريقه الانحرافات العاديه كام؟ اهو طلع معاك الناتج برضو ب 59.6. يبقى الحل الوسط الحسابي لو حليت باي طريقه، اي طريقه لازم يدي نفس الناتج، علشان لو جبت مساله حليتها بالطريقتين وطلع ناتج مختلف يبقى سعادتك غلطت في اي رقم على الاله او في الجدول بتاعك وتراجع حساباتك. يبقى سواء حليت بالطريقه المباشره او حليت بطريقه الانحرافات العاديه لازم الناتج يطلع معاك زي ما هو، الناتج س بار ما يتغيرش، اللي يتغير خطوات الحل وطريقه الحل، ولكن الناتج بتاعك هيكون زي ما هو. يبقى كده خدنا الوسط الحسابي بالطريقه المباشره او المطوله، وخدنا الوسط الحسابي بطريقه الانحرافات العاديه. ودايما دايما الاسهل لينا طريقه الانحرافات العاديه لانها بتبسط الارقام، وكمان هتخدمني في دروس بعد كده زي درس الانحراف المعياري ومعامل الاختلاف المعياري، وطبعا ينفع بكل الطرق، ولكن الاسهل لينا اللي بتبسط ارقامنا هي طريقه الانحرافات العاديه. تعالى كمان نشوف خصائص الوسط الحسابي. يعني ايه خصائص الوسط الحسابي؟ الوسط الحسابي ده بيتأثر بجميع القيم بما فيها القيم المتطرفة. الوسط الحسابي بيتأثر بجميع القيم بما فيها القيم المتطرفة.
والوسط الحسابي لا يمكن ايجاده بياني، مش ممكن اقدر احصل على الوسط الحسابي من الرسم البياني. يبقى الوسط الحسابي لا يمكن ايجاده بياني. يبقى لما يجي يقول لي نقط لا يمكن ايجاده بيانيا، اقول له الوسط الحسابي. لا يمكن ايجاد الوسط الحسابي من جدول مفتوح مباشره. يعني ايه الكلام ده؟ احنا خدنا انواع الجداول التكراريه اللي فيها جداول مفتوحه وجداول مغلقه، او جداول معلوم نهايتها وجداول غير معلوم نهايه الفئه الاخيره لها. فهنا بقول له ايه؟ ان الجدول المفتوح لا يمكن ايجاد الوسط الحسابي منه بالطريقه مباشره، لازم الاول كنت اجيب الوسيط واجيب المنوال وبعدين اجيب العلاقه، فهناخدها في الحلقات اللي جايه. اخر حاجه من خصائص الوسط الحسابي، يعتبر اكثر المقاييس استخداما لعلاقته بالمقاييس او المتوسطات الاخرى. ده كان خصائص الوسط الحسابي. يبقى نقولهم تاني مع بعض. خصائص الوسط الحسابي: يتاثر بجميع القيم بما فيها القيم المتطرفه، لا يمكن ايجاده بيانيا، ولا يمكن ايجاده من جدول مفتوح مباشره، ويعتبر اكثر المقاييس استخداما لعلاقته بالمقاييس الاخرى. الحلقه النهارده كان فيها شغل كتير جدا على الوسط الحسابي، وعرفنا ان الوسط الحسابي هو مجموع القيم مقسوما على عددها، دي اول حاجه. وعرفت ان الوسط الحسابي يمكن ايجاده باكثر من طريقه، وممكن اجيبه من بيانات غير مبوبة او اجيبه من بيانات مبوبة. وعرفت ان اقدر اجيب الوسط الحسابي بالطريقة المباشرة، ودي بعمل لها جدول من 4 خانات، او طريقة الانحرافات العادية او البسيطة، ودي بعمل لها جدول من 5 خانات. في نهاية حلقتنا ارجو ان تكونوا قد استمتعتم بحلقتنا النهاردة، ونكون قربناكم على شاشة قناتكم المفضلة قناة مصر التعليمية، نكون قربناكم من النجاح بخطوات. كان معكم مستر فتحي عبد الكريم من وزارة التربية والتعليم.